هذا المكان كان قبل يعني عن مكان نفايات، فاحنا قريبين عليه نروح ونرجع، فتأذينا بهذا المكان شي نفايات وهاي، فاستغلينا هذا المكان، استغليناه شنو، فقلنا نسوي مشتل، وفعلا سويناه مشتل يعني، ونجح عندنا المشتل، نجح شنو استقبال الناس عليه، فشافت الناس، شافت هاي الورود، شافت الزرع قاعد نجيبه، فكيفت الناس، فالناس دعمتنا بال يعني بال، قامت شجعنا، قامت هاي، فانطونا مره مرتين، كرمونا عن طريق يعني الدرع، و فاستغلينا، فقمنا نجيب من القريعات من بغداد، نجيب زرع لهنا كودا يعني يريد الناس يعني تشوف الزرع هذا، فاستغلينا هذا. هذا قبل لا تطبه يعني، قبل 3 سنوات او 4 سنوات، هذا عباره عن يعني نفايات مدينة الحمزة هنا. احنا بدينا مبادرة مشتل، فهو صار متنزه للناس هسه، يعني اللي يجي عوائل، تجي تقعد عوائل بي، تجي شباب يجون يطقون صور بي، ان شاء الله راح نطورها ان شاء الله. اكو مشتل يعني هسه عندنا ذيك الساحة الثانية، البلدية يعني قالت لنا تعالوا استغلوها نفس المشتل هذا. بالنسبة للشباب يجون هنا، اكثر شيء شباب ياخذون صور خاصة مع المصورين لصفحات الشخصية، صفحات التواصل الاجتماعي، يعتبر هذا المكان خضار وفد شيء حلو يعني رائع، يعتبر هو المشتل الوحيد تقريبا بالحمزه اللي نقدر نقول متكامل، يعني بفعل الجهود اصحاب المشتل يعني قائمين على قدم وساق 24 ساعه يسقون ويديرون بالهم على النباتات اكثر شيء. اي ففكره جدا رائعه يعني وجدا مميز يعني للمدينه. الناس بدات ترتاد هذا المكان لانه اصبح مكان شبه مكان عام، يعني مرات نجي هنا اذا شباب يعني يريد ياخذ صوره او شباب يريد يشوف الازهار، بس اكثر شيء هنا تجي الناس تاخذ يشوف الجديد من النباتات، الورد، الازهار. كل العراق.